تزال حملة الاعتقالات والملاحقات القضائية متواصلة بحق قيادات وأنصار حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حيث ألقت السلطات الباكستانية مؤخرا القبض على براويز إلهي رئيس حزب إنصاف في مدينة لاهور شرقي البلاد، وبذلك ينضم إلى قائمة طويلة من قادة رئيسيين في الحزب ألقت السلطات القبض عليهم الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في إطار حملة تشنها على مستوى البلاد. وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أفرجت الثلاثاء الماضي بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا، وأدى القبض على خان في 9 من مايو الماضي إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، ما أثار مخاوف جديدة حيال استقرار الأوضاع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول دكتور أحمد موفق زيدان الكاتب والخبير في الشأن الباكستاني، وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسلام أباد عبد الصمد يعقوب المتحدث باسم حركة إنصاف في باكستان. أرحب بضيفي، وينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من إسلام أباد ماريا إقبال القيادية في حزب الشعب الباكستاني. أرحب ضيوفي جميعا، وأبدأ بك دكتور أحمد. دكتور أحمد، إذن يبدو أن حزب عمران خان يواجه التفكك إما بمن يتم إلقاء القبض عليهم وحملة الاعتقالات الواسعة، أو من يقدمون استقالاتهم ربما كما تقول أو يقول المراقبون خوفا من هذه الاعتقالات. نعم، مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة أن الحزب ربما يكون الآن في أصعب أوقاته وفي أصعب ظروفه. نحن نتحدث اليوم عن حزب الآن أكثر من 100 شخصية مهمة من الحزب خرجت من الحزب ربما بضغوط سياسية بضغوط عسكرية. نتحدث عن اعتقالات طالت الآلاف من محاسبي وأتباع هذا الحزب بعد اليوم الدامي، يوم نعم عفوا كان الصوت قد انقطع. دكتور أحمد يمكنك أن تكمل الآن، أسمعك جيدا. نعم، نحن نتحدث عن حقيقة ما بعد 9 مايو أيار الماضي، يوم يعني لأول مرة في تاريخ باكستان يعني يقوم أتباع ومحاسبو حزب سياسي باكستاني فاز في انتخابات عبر انتخابات مدنية ديمقراطية حرة في باكستان، يقوم هؤلاء بمهاجمة مقرات الجيش الباكستاني ويعتدون على مقر قيادة الجيش الباكستاني. ربما هذا الأمر يعني بكل تأكيد فريد في تاريخ باكستان. هذا الأمر أنا باعتقادي كانت نعم، يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال حاليا مع دكتور أحمد، وسنحاول حل هذه المشكلة. أذهب إليك سيد عبد الصمد يعقوب. سيد عبد الصمد، بين اعتقالات وبين أيضا انفصال قيادات عن الحزب، أنتم تتهمون الحكومة وتتهمون الجيش بالوقوف وراء هذا الأمر لإضعاف الحزب وللحيلولة دون عودة عمران خان مرة أخرى إلى الواجهة للانتخابية. كيف يمكن فهم ذلك؟ يتعين علينا أن نفهم ديناميات السياسة في باكستان، سيما الديمقراطية الزائفة. و بوتو أطيح به، بنظير بوتو أغتيلت، والآن حان دور عمران خان ويحاولون أن ينحوه جانبا لأنه الزعيم الأشهر. يقينا إذا ما تمت التدخلات السياسية من قبل المؤسسة العسكرية فهذا لن يجدي نفعا، يجب على الجيش أن يكون بعيدا عن السياسة، ولكن لسوء الحظ نحن نشهد ما يجري. لا نتحدث عن 1971، لا نتحدث عن 1997، نتحدث عن 2023. هنالك وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكن إخفاء أي شيء ولا يمكن اتباع ما كان يتبع، وهذا النظام الفاشي أقول له ما تقوم به لن يجدي نفعا.
إن عمران خان لا يمكن أن ينحى سياسيا، لا يمكن أن يصفى سياسيا، لأنه يحظى برواج وشعبية. الجيش يحاول أن يخطف الناس، يحاول أن يتبع نهجا وحشيا، ويحاول أن يتبع جميع التكتيكات للنيل من هذا الرجل. وهنالك أيضا استهداف للكثيرين، وعلي أن أقول لكم يجب أن تسلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الديمقراطية الزائفة. وزارة الداخلية تحاول أن تستخدم أدوات الدولة ضد حركة إنصاف، ويتعين على الأسرة الدولية أن تقف مع حقوق الباكستانيين التي انتهكت. نعم، ابقى معي سيد عبد الصمد، وأذهب إليك سيدة ماريا إقبال. سيدة ماريا، الاتهامات الموجهة من قبل حزب عمران خان أو من قبل حركة إنصاف إلى الحكومة وإلى الجيش تواجه بالتأكيد بالنفي من قبل يعني من يدعمون موقف الحكومة والجيش، ولكن على الرغم من ذلك هناك قيادات بكت عندما تم الإعلان أو عندما أعلنت عن انفصالها عن الحزب، وهناك آخرين رفضوا تماما الانفصال عن الحزب وأبقاهم ذلك داخل السجون. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لأتحدث إليكم في هذه الأمسية. نعتقد أن حزب الشعب الباكستاني هو حزب قديم، ونحن لا نريد أي انتهاكات لأي حقوق لأي باكستاني. أعتقد أن الزعماء السياسيين موقرون ونحترمهم، وهم يحظوا بالاحترام سيما العاملين في أحزاب أخرى، ولكن ما شاهدناه هو تضخم الأنا لدى عمران خان الذي تزعم حزب تحريك إنصاف، وكان ثمة اتهامات بالفساد، وبالتالي كانت تلك أجندة جميع الأحزاب الأخرى، حيث انتابها قلق إزاء هذه الميزات التي توفرت لهذا الرجل. وبالتالي بدأت الحركة في عام 2022، لأنه في البرلمان عاصف علي زرداري الرئيس، وأيضا رئيس حزب الشعب الباكستاني تحدثا مع عمران خان وقال له يمكن أن نساعدك إذا لم تستطع أن تحاول أن تقود هذه البلاد، فسوف نساعدك، لأن هذه الأحزاب السياسية اتبعت إجراءات معينة تشريعية، وكل مشرع يعرف ما هي الأحكام وماذا تعني. وهذا ما حصل في واقع الأمر خلال ولاية عمران خان التي امتدت على 4 سنوات. هناك الكثير من الانتهاكات للدستور، والكثير من الأحيان شهدنا قوانين دراكونية صارمة، والأحزاب الأخرى حذرت عمران خان من ذلك، وسيما فيما يخص الفساد، لأن الفساد استشرى، وأيضا التضخم ارتفع. وبالتالي وبعد عام 2022 ما شهدناه هو أن الأحزاب السياسية حاولت قدر المستطاع أن توجه انتقادات لحزب تحريك إنصاف، والحكومة أيضا قامت بذلك، ولكن كما تعرفون حزب الشعب الباكستاني لا ناقة له ولا جمل بما حصل، ولكن القضاء تدخل سيما فيما يخص بعض القضايا الفساد التي يتهم بها عمران خان. وفي التاسع، ولكن سيدة ماريا، من وجهة نظرك إلى أي مدى تصدق الاتهامات التي تقولها حزب أو يقولها حزب حركة إنصاف بحق الحكومة والجيش بشأن انتهاك حق
حركة إنصاف ومحاولة إبعاد عمران خان عن المشهد الانتخابي حتى باعتقال قيادات الحزب ودفع قيادات أخرى للانفصال عن عمران خان؟ Yes, but the government and as a political party worker, I think that's not a proper plan or agenda. نعم، نحن لا نتحدث عن وجود خطة لتنحية عمران خان أو تصفيته أو ما شكل ذلك. عندما يحصل نزاع في أي بلد يجب أن تأتي الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وطلبنا من عمران خان أن يأتي إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما عكفت عليه الجماعة الإسلامية وحزب الشعب والرابطة الإسلامية أيضا، وهنالك الكثير من المتابعين لهذه الأحزاب، وبالتالي أعتقد أن هنالك أجندة مختلفة. ويقول عمران خان أنه مهدد، ولكن نحن نعيش في هذه البلاد، وأعتقد أن الأمر مرتبط بقضايا الفساد التي اتهمه بها القضاء، وهو رفض أن يمثل أمام المحكمة. ولكن أعتقد أنه وما يمكن قوله، وقد شهدتم أن هناك 150 شخصية قد غادرت حركة تحريك إنصاف، وأعتقد أن عمران خان يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ويجب أن هذه النقطة تحديدا سأعود بها إلى ضيفي دكتور أحمد موفق زيدان، الكاتب والخبير في الشأن الباكستاني. فابقى معي سيدة ماريا. دكتور أحمد، الاستشهاد بالشخصيات والقيادات التي انفصلت عن حركة حزب حركة إنصاف، على الرغم من أن بعض الذين أعلنوا انفصالهم بكوا أثناء إعلان الانفصال، وأن من لم يعلن انفصالهم بقوا في الاعتقال، وحتى أن أحدهم اعتقل بعد دقائق من الإفراج عنه، كيف يمكن أن تقرأ هذه الصورة؟ وإن كان ذلك يؤثر على المستقبل السياسي للحزب، فكيف نقرأ ذلك أيضا؟ يعني بكل تأكيد، يعني أنا باعتقادي أن المحكمة، لأن غيابه عن هذه المحكمة بغض النظر فيما إذا كان هو مذنبا أو كان عكس ذلك، ولكن للأسف الشديد بأن عمران خان حاول أن يقاوم هذه المسألة، على الرغم من أن المحكمة كانت في الظاهر أنها مؤيدة له وأفرجت عنه وخالفت قرار الاعتقال الذي أقدمت عليه الشرطة الباكستانية. الآن بعد أن انفض أكثر من 150 شخصية مهمة عن الحزب، أنا باعتقادي مستقبل الحزب مستقبل يعني مشكوك أو سيعاني من المشاكل كبيرة جدا. ولذلك الذي يتحدث بأن عمران خان أو حزب عمران خان يعاني من الاضطهاد السياسي، أو أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية تمارس عليه ضغوط، أقول بأنه يعني يجب أن نتذكر بأن يوم 9 من الحزب وأتباع الحزب شنوا هجمات مباشرة وضد المؤسسات والمقرات العسكرية الباكستانية، ولذلك اليوم الجيش الباكستاني يطالب بمحاكمتهم في محاكم عسكرية. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة المهمة الأخرى أنا باعتقادي أن السياق التاريخي الباكستاني هو أن حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية وكثير من الأحزاب السياسية الباكستانية اصطدمت بشكل واضح عندما أرادت أن تقلص نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. متحدثك الكريم من إسلام آباد يتحدث بأن عام 1979 ليس هو عام 2023. نعم، أكيد ليس هو عام 2023، لكن ليس هو عام 2023 لكل المؤسسات، مؤسسات الحزبية والمؤسسات العسكرية، وبالتالي مؤسسة عسكرية. نحن نتحدث مثلا عندما يأتي وزير دفاع، وزير خارجية أمريكية، وزير خارجية أوروبية، يذهب إلى GHQ، يذهب إلى مقر قيادة الجيش، ربما قبل أن يذهب إلى مقر المؤسسة المدنية، إلى وزير الخارجية، إلى وزير، إلى رئيس الوزراء. وبالتالي يعني المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية شئنا أم أبينا فرضت قواعد لعبة معينة، وبالتالي الشعب الباكستاني لا يستطيع أن ينحاز
أقوله من خبرتي، لا يستطيع أن يحاز إلى حزب سياسي عمره 15 سنة أو 20 سنة ويترك مؤسسة عريقة استطاعت أن توفر له أمن و و و. نعم بالمقابل أن هذا الشعب لم يستطع أن ينحاز إلى مؤسسة حزبية مثل حزب الشعب الباكستاني أو حزب الرابطة الإسلامية، ولذلك رأينا الانقلابات العسكرية والإطاحة بقيادة حزب الشعب وقيادة نعم حزب الرابطة الإسلامية. أنا اسمح لي باعتقادي دكتور أن أحمد النموذج التركي هو النموذج بالعودة إلى ضيفي عبد الصمد يعقوب المتحدث باسم حركة إنصاف باكستان، وأسأله عن تعليقك دكتور سيد عبد الصمد عما قاله دكتور أحمد موفق زيدان بشأن مهاجمة المؤسسات. نعم أتفق مع سيد أحمد جزئيا، ولكن حقيقة الأمر هو أن العنف وتبعاته يجب أن يندد بها، ولكن ما حصل في 9 مايو أيار، نعم حصل هناك عنف، وأنا أؤمن باللاعنف بالسلمية ونحن نتفق على ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه يتعين على المسؤولين أن يجعلوا الحزب بأسره ضحية. هناك عنف بالفعل حصل، ولكن حزب حركة التحريف إنصاف يطالب البعض بإدراجه على لائحة الإرهاب، هذا غير ممكن، نحن أمة متحضرة، وإذا كان هناك عنف يجب التنديد به، ولكن هل هناك حل يمكن الوصول إليه من خلال الإعلان عن الحزب كحزب إرهابي؟ كلا، هذا غير مقبول البتة. وضحت الفكرة سيد عبد الصمد يعقوب المتحدث باسم حركة إنصاف في باكستان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الإنترنت من إسلام آباد، وشكرا جزيلا كذلك إلى سيدة ماريا إقبال القيادية في حزب الشعب الباكستاني، كنت معنا عبر الإنترنت من إسلام آباد، وجزيل الشكر كذلك إلى ضيفي دكتور أحمد موفق زيدان الكاتب والخبير في الشأن الباكستاني، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول، لكم جميعا جزيل الشكر. مشاهدينا المساء مستمر، وبعد قليل آخر فقراتنا وفيها أحزان